شهدت محافظة بورسعيد مؤتمرا جماهيريا حاشدا للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة بورسعيد. وأكد المؤتمر على دعم خطوات الرئيس السيسي بشأن قضية الفلسطينية وموقف مصر من دعم القطاع من خلال المساعدات واستقبال المصابين بالمستشفيات المصرية، بجانب مساعي وقف إطلاق النار واستعادة السلام بالمنطقة. وأكد المؤتمر الجماهيري الحاشد على دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على أمن الوطن داخليا وخارجيا.